السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد أعزائي المشاهدين في القناة ديالكم ديال أفضل القناة المتخصصة في مجال العقار، واللي كتبت لكم عروض عقارية مختلفة اللي كتكون مطروحة للبيع، وكذلك تعطيكم فكرة على آخر ما كاين في صيحات الموضة في الديكور، من صباغة، من أبواب، من ألمنيوم، ما إلى ذلك. كنتمنى تكون كتعجبكم القناة ديالكم ديال أفضل. والناس كنبغيت الناس بزاف اللي كانوا سولوا على الصحة ديالي بالضبط، كنبغي نقول لهم الحمد لله، الحمد لله على لطف الله. الناس بزاف يمكن اللي ما عارفينش انني كنت تعرضت لواحد الحادثه هذه واحد 15 يوم اثناء الممارسه ديالنا العمل ديالنا والمهمه ديالنا اللي كنقوموا بها كل يوم، اننا كنصوروا الشقق. كان واحد التصادم ديال واحد السيارات فجاه، كنا غاديين ما اذا بي كتصادم بها واحد السياره بواحد القوه. كنحمد الله سبحانه وتعالى على الخسائر، كاين خسائر ماديه بالنسبه للسياره، وكانت خسائر شويه جسديه، ولكن الحمد لله انا كنتماثل الشفاء. راه داكشي علاش كنت غايب عليكم في هذه المده هذه وما حطيتش عقار جداد، ولكن الحمد لله، الحمد لله على لطف الله. واللي نبغي نقول للناس هي مزيد من الحذر في الطرقات. الواحد يرد البال، واخا تكون عنده الاسبقيه ولا لا، يرد البال، مزيد من الحذر. الله يسر، كما كنقول الحديث ديال الفجاه راه صعيب بزاف. اذا كنقول لكم شكرا جزيلا الناس كامل اللي يسولوا فينا، وكذلك الناس اللي ما عندهمش خبر علاش ما كناش وما حطيناش العروض. وساعدوا من هنا ان شاء الله، شويه بشويه غادي نسترجعوا ان شاء الله النشاط ديالنا والقوه ديالنا، باش غادي نرجعوا عاوتاني نحطوا لكم العقارات اللي كتقلبوا عليها. اليوم جبت واحد العقار اللي هو عباره عن شقق من فئه ديال السكن المتوسط، ولا نقدروا نقولوا المدخل ديال السكن اللائق والممتاز. المساحه ديالو فيها في التتر ديالو بالضبط 123 متر مربع. إذا فاش كنقولو 123 متر مربع في التتر، يعني أن المساحة الإجمالية ديال الشقة كتكون فايتة هاد العدد هذا اللي هو 123، كتكون تقريبا فايتة بستة الأمتار على حسب لي بيلي، مكيتحسبوش ليهم السواري، الحيوطة، عادي إلا زدنا المدخل ديال الدار ما إلى ذلك. راه كنوليو كنهضرو في مساحات ديال 130 أو 132. الشقة اللي كتوفر على جوج الحمامات، هذا الحمام رقم واحد، فيه جوج طرومبي، فيه هذاك الباكيطات ديال الاينوكس، دوش في ذاك البلاصه ديال الدوشات مختلف الزليج على اللون، جعطاه واحد الديكور جديد. كاين واحد الفاسك. كتوفر الشقه على صالون وسيجور، والبلاصه اللي راني فيها واقف كت فيها كوان ديال صالون مونجي ولا سيجور واحد اخر بالطابيسري كيتصايب. بالنسبة للصباغة كلها صباغة بيضاء، صباغة اللي هي ممتازة، اللي كيجي معها جميع الأنواع ديال الأتات المفضلة عندنا والمفضلة عند الجميع. أكثر الناس اللي كنتلقى معهم كيفضلوا هاد الصباغة هادي. بالنسبة للمطبخ اللي كاين، مطبخ كامل جاهز، ناقصينو فقط الأجهزة. جاهز كنعني به فيه لي تيروار، ستادير مجورة، فيه البلاكارات، فيه البلاصة فين دير التلاجة، كاينة ممكن تخشي بلاصة ديالها، لافيسيل، لاوت، لابلاك، والفور كذلك. الصندوق ديالو راه لتحت، ممكن أن الإنسان يستبدل الصندوق، يحيد داك الدفة ويخشي الفران يا إما تما، ولا يخشي الفران في البلاصة ديالو اللي، ولا يخشي تما مثلا ماكينة الصابون. بالنسبة لهاد الشقاقة لي كتواجد في عمارة اللي فيها أربعة ديال الطوابق، جوج ديال الشقق في كل طبق، وكتوفر كذلك على مصعد ومرآب ديال السيارات. مرآب ديال السيارات اللي كتعتبر ملكية مشتركة، هادو معلومات اللي هي مهمة خاص الواحد يعرفها. ملكية مشتركة بحالو بحال السانسور، بحال السطح، بحال الفرصدة ديال العمارة، بحال الدروج. على ذكر الدروج، الدروج ديال هاد العمارة هادي كيتوفروا على دراج، وفيه لينوكس ماشي غير الحديد ولا بنيحات، اينوكس، الحاجه اللي كتعطيك واحد الجماليه وانت طالع في الدروج. بالنسبه للبالكون كله دايس بزليج باش ما يسرب لك الشال الدار مثلا، ولا الا كنتي كتسبان ولا شي حاجه. مثلا العيالات غادي يفهموني، كتبغي تسبان في البالكون ولا شي حاجه كيطير داك الرشاش، كيبقى ديما البالكون مكرفس. دونك اذا فضل المقاول انه يدير زليج، وهذه فكره منه، فكره اللي هي رائعه جدا، انه باش يكون في البالكون يكون فيه زليج. ونبغي في لي كومونتير تقولوا لي هذه الفكره هذه واش مهمه ولا لا.
بالنسبه للمطبخ فيه جميع، فيه واحد الانواع ديال الزليج اللي هي جديده اونجليش، هذا النوع هذا ديال الزليج اللي كتشوفوه انجليزي مقتبس من الطريقه الانجليزيه ديال الزليج. خلاص تبقي راه كنشوفوه ديما. بالنسبه للكوزينه، بالنسبه للدفات ديال البيبان غادي نبداو نشوفوها في السوق عاوتاني. الدفات ديال البيبان ما فيهمش مجبدات، داك اليدين راه فيهم واحد السكه منها كتجبد باش ما كيبقاش، لان هذا النوع هذا ديال الكوزينات مع الجبيد غدا بعد غدا كطير داك اليد ولا كتوسع الباء فين كيتخشى البولون، هنا كاينين سكات كيتجبدوا غير من التحت، كيتجبدوا غير بالصبع وكيرجعوا. اشياء اللي هي جديده ممتازه، حتى الفاسك ولا كنعتذر داك لافابو راه مخشي في الرخام، ما جيش فوق الرخام باش ما كيشربش الماء للرخام. اعزائي المشاهدين راني كنحاول ما امكن اني نشرح لكم شي حوايج تكنيك بالتفصيل، كنتمنى تكون كتعجبكم الطريقه ديال الشرح. الا كنت كنطول خليوها لي في لي كومونتير، كنحاول ما امكن انني نكون واضح معكم ونبين لكم احسن ما كاين. درتو ان هذه مده ما حطيناش فيديوهات، انسان راه كيبغي يرجع ويسترجع كل ما عنده من طاقه ان شاء الله بحول الله. من بعد هذا الشيء اللي حل بينا، هذا الحديث اللي حل، كنت كنتمنى اننا نكون معكم في هذه المده، ولكن الله غالب الصحه ضروري الانسان ما يرتاح واحد شويه كما كنقولوا فتره النقاهه. الشقه اللي فيها ثلاثه ديال الغرف، جوج ديال الغرف ديال النوم ديال الوليدات، فيهم زليج لي في باركي ها هو. يلا مازال ما تسيقاتش الشقه، صورنا مازال ما تسيقاتش، كاينين فقط اربعه ديال الشقق اللي متوفره او ثلاثه ديال الشقق اللي متوفره حاليا. كما قلت عماره كتوفر لنا مساحات، مرآه ديال السيارات، سطاح دار الحساس. بالنسبه وصلنا باش غادي نذكروا الموقع، على مقربه من الحي ديال الاناسي بمدينه مكناس، على مقربه كنقولش بالضبط. علاش احنا العمل ديالنا كوسيط عقاري او وكاله عقاريه اننا كنحاولوا ما امكن نبحثوا لكم على العروض اللي كتناسبكم وكنحطوهم. اللي بغى يستفسر على الموقع بالضبط ما عليه الا الالتجاء للوكاله العقاريه ديالنا اللي كتواجد بحي رياض الزيتون بمدينه مكناس، او الاتصال عبر الارقام ديالنا اللي كتبان لكم اسفل الفيديو، الاستفسار عبر الواتساب نحن وراه الاشاره. ممكن يجينا الانسان نمشيو معاه يشوف العقارات ونيغوسيو معاه في الثمن باش ياخذ العقار باحسن ثمن. وبالنسبه للاتعاب ديال الوكاله العقاريه، لان بزاف الناس كيكون عندها تخوف، راه اتعاب اللي هي جد 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 بسيطه، راه ماشي شي حاجه اللي كدعيك باش انك ما كنقولوا تخلي هذه الدار تفوت ما بين يديك تقول حقا لاجونس اللي شداها، حقا لاجونس كطلب ثمن. بالعكس بالعكس حنا كنشجعوكم، لان في اطار كما كنقولوا الجيل الجديد للوكالات العقاريه، حنا ديما كنا كنامنوا بهذه الفكره هذه اننا حنا جيل جديد، والحمد لله راه دابا كنلاحظوها كاينه واحد الثوره جديده في هذا القطاع، عدد ناس وديال قنوات جديده والناس اللي كيبدعوا كيحاولوا ما امكن انهم يطلعوا بهذا الدومين هذا. الحمد لله هذه اشياء اللي هي جميله، اللي ما بقيناش كنشوفوا داك العقليه القديمه، الجيل الجديد، وحنا كنامنوا بهذه المساله. كما كنقولوا حنا الشعار ديالنا هو الجيل الجديد، لا نوفيل جينيراسيون ديال لي زاجونس ايموبيليير ان شاء الله بحول الله في مدينه مكناس وفي المدن الاخرى المغربيه. هنا كتشوفوا معايا الحمام اللي كيتواجد بغرفتنا، حتى هو فيه داك الزليج كما كنقول اللي فيه افي اونغري، هذاك اللي كيكون بحال بلدي رومي، راه ماشي جليج مغربي، راه مقتبس من الطريقه الانجليزيه. بصح كان كيدار شحال هادي في المغرب، مالوغوزمون مبقيناش كنشوفوه، ولينا كنشوفه فقط في الديور القدام. كاين هنا الدريسينغ، هاد الدريسينغ هذا راه عامرين لي بلاكار، خدام بلا مدافع وعامرين. بالنسبه للصباغه، الصباغه كلها ديال البلاتينيوم. بالنسبه للثمن، وصلت باش غادي نقول الثمن هو 650 الف درهم، اي 65 مليون. وهذا الثمن هذا اعزائي المشاهدين قابل للنقاش وقابل التفاوض، الثمن هذا بالنسبه للشقه اللي كتواجد بالطابق الاول. ممكن ان الانسان يكون عنده واحد الفرق كبير الى دا مثلا في الطابق الثالث او الطابق الثاني، مهم الانسان ماشي يخلي يشوف هذا العقار يقول حقا راني بعيد عليا في الثمن، ما عليه الا الاتصال بينا حنا لاننا اننا نوريو العقار ونيغوسيو معاه في الثمن باش يديه بالثمن ان شاء الله بحول الله اللي هو كيوالمو ان شاء الله. اذا وصلت باش غادي نسالي الفيديو ونسالي هذا الوصف، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوناش بالضغط ديال الزر ديال لايك والاشتراك كذلك في القناه ديال افير، وكنقول لكم الى اللقاء في الجديد ديالنا ان شاء الله.